صباح الخير وجمعة مباركة على الجميع. نهار الجمعة 4/12/2015 وهنبتدي معاكم أول فقرات نهارك سعيد النهاردة مع متابعة لمنشطات وعناوين صحافة اليوم مع المحلل السياسي الأستاذ حسام الحداد. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. نقرأ الأخبار كلها ولا ناخد واحد واحد؟ طيب نقرأ الأخبار كلها نشوف النهاردة منشطات صحافة الجمعة بتقول إيه. أول خبر معانا من جريدة الأهرام وبيقول الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة. من الوطن السيسي يطمئن رجال الأعمال مفيش تأميم وأريد أفكارا من خارج الصندوق. من الأخبار 20 حزبا في البرلمان يتصدرهم المصريين الأحرار ب 65 مقعد. من الأخبار أيضا بدر بيقول ده أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية انتهاء تقييم أوضاع المحافظات تمهيدا لحركة المحافظين. من المصري اليوم أمريكا تدعو لنشر قوات برية عربية لمواجهة داعش. ومن الأهرام مرة أخرى بوتين بيقول تركيا ستندم على إسقاط الطائرة. وعودة للأخبار أيضا أول قرارات طارق عامر تثبيت سعر الجنيه وثلاث شروط لحصول البنوك على الدولار. وأخيرا من المصري اليوم مصر تقترب من الحصول على 2.7 مليون طن وقود من السعودية. نهارك سعيد يا أستاذ حسين. أول خبر معنا هو يعني عن خطاب الرئيس السيسي بالأمس. ياريت نعرف تفاصيل أول اثنين الحقيقة. الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة والسيسي يطمئن رجال الأعمال ده في السياق إيه بقى؟ هو في سياق كلمة قالها الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية أكاديمية الشرطة والجيش والشرطة والشعب إيد واحدة. ده بناء على الأحداث الأخيرة اللي حصلة بانتهاكات ضباط الشرطة للقوانين وتعذيب بعض المواطنين الى ان ادى الى بعض يعني مواطنين او اتنين ماتوا في اقسام الشرطه الفتره اللي فاتت وتحديدا المواطن بتاع الاقصر اللي هو عامل مشكله كبيره ومواطن في الاسماعيليه. انت ليه اكتر من كده العدد؟ اعتقد اكتر كويس. من كده وده اللي يعني اتعمل يعني عليه ضجه اللي عملوا عليه ضجه جامده. طبعا هو بيقول المفروض ما نعممش ممارسات الشرطة الخاطئة. زي ما في شرطي بيعتدي على مواطن زي ما في شرطي بيموت في مكافحة الإرهاب. هي المسألة في شقيها يعني. لكن من المفترض ان يكون في ضبط لضابط الشرطة شوية وخاصة الضباط الصغيرين او امناء الشرطة لان هم يعني مش عارف هم بيتربوا على ايه. كان في فيديو انتشر الفتره اللي فاتت برضو لنقيب شرطه بيهاجم فيه ضباط الشرطه وبيقول احنا ما اتعلمناش كده في كليه الشرطه واحنا مواطنين عاديين ومواطن بريء حتى تثبت ادانته وكلام كتير اللي احنا حافظين. يا ريت دي تكون عقيده الشرطه مش عقيده الشرطه اهانه المواطن لان نفس الاحداث دي هي اللي فجرت ثوره 25 يناير احنا داخلين خلاص على يناير يعني كان الشباب طالع اصلا يوم 25 يناير اللي هو يوم عيد الشرطه عشان يعكنن على الشرطه لأن الشرطة كانت ارتكبت أخطاء فادحة يعني. فمش عايزين توصل الحالة لنفس الأجواء بتاعة 25 يناير. إنما الملاحظ في الموضوع إن برضو قبل 25 أو إرهاصات 25 يناير السنة اللي فاتت حصل ما يحدث الآن. يعني كل سنة بيحدث ما يحدث الآن يعني أعداء نفسهم اعتداءات ضباط الشرطة على المواطنين استفزوا الناس يعني. لا ما هم مش عارف هي في بعض الآراء اللي هي بتشتغل بنظرية المؤامرة بتقول إن الحاجات دي بتتعمل عشان يسخنوا الشعب على السيسي أو عشان يقللوا شعبيته أو حاجة زي كده أو يقولوا إن الشرطة ما زالت بتتعامل. إنما إحنا نبص على الوجه التاني برضو إن الشرطة بتموت في مواجهة الإرهاب إذا كان في سيناء أو في الدلتا أو في الصعيد حتى طبعا. كويس وبعض ممارسات بس ده لا ينفي ده يعني احنا بندور على مصر جديده احنا بقى ما نقولش ده ينفي ده طبعا انا عارف ولكن الفساد منتشر يعني الفساد منتشر في كل المؤسسات تقريبا السبوت بس متركز على الداخليه ويا ريت الداخليه تاخد بالها من ده. طيب نشوف الشق الثاني بقى في اللي عندنا في الخبر اللي عندنا وخاص بخطاب الرئيس بالامس الشق الثاني للمره الثانيه
للمرة الثانية على التوالي في خلال أعتقد أسبوع أو 10 أيام الرئيس بيطمئن رجال الأعمال. إيه اللي بيحصل؟ هي المشكلة إن رجال الأعمال متخوفين شوية من مسألة التأميم، لأن في بعض الناس يعني بتروج، أو بعض الصحفيين أو الإعلاميين بيروجوا أو بيضغطوا على السيسي إن هو يأمم بعض الشركات. لا، وفي حالات القبض على رجال الأعمال اللي حصلت. حالات القبض على رجال الأعمال، ما أنا بقبض على رجل الأعمال ليه؟ ما لابد أن يكون مخالف، مش هقبض عليه عشان سواد عيونه أو عايز أقعده عندي شوية في الاسم يعني. كويس، في مخالفات لازم يتقبض عليه، وده اللي احنا بنقول عليه ان هو شق جيد من عمل النظام، ان هو ما عندوش خيار وفقوس، ما عادش رجل الاعمال ليه السلطه السياسيه او السلطه الماليه اللي ما تخليهوش يتقبض عليه زي ايام مبارك. كويس، فاحنا ماشيين بمعدل كويس في اعاده هيكله الشرطه او اعاده هيكله النظام القضائي. احنا مستعجلين شويه عشان احنا مرينا بثورتين والشعارات الكبيره دي، احنا مستعجلين، ولكن المؤسسه بنفسها ما عندهاش اليه اللي تدعم الاستعجال بتاعنا ده، او ما عندهاش الاليه اللي تخلينا نحقق طفره حقيقيه في المجالات معظمها يعني. لما انتشر الكلام على حوالين طمانه رجال الاعمال من التاميم، رجال الاعمال هم اصبحوا القاطره اللي هتعبر بينا نفق الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه، وتوجيهها مهم. بدل ما نستورد وبدل ما ننتج حاجات، يعني احنا تقريبا ما عدناش بننتج حاجه. كويس، ان كلمه تفكير خارج الصندوق دي هي اهم ما في الموضوع طبعا. مش مساله التاميم. انا دلوقتي معظم رجال الاعمال بقوا بيستوردوا، بقوا مجموعه من السماسره او المستوردين. كويس، طب ما نتحول للانتاج، يعني احنا عندنا زي ما قال الاستاذ اشرف في المقدمه، عندنا مخترعين وعندنا ابحاث وعندنا حاجات كويسه ممكن تتعمل، ليه رجال الاعمال ما يوجهوش طاقتهم للمساله دي؟ كويس، زمان كانت الدوله هي اللي بتتبنى المخترعين، دلوقتي الدوله ما عندهاش ما تتبنى بيه المخترعين. مصر محتاجه افكار خارج الصندوق في كل المجالات، في كل حاجه بصراحه. طيب خلينا نشوف نتائج الانتخابات البرلمانيه. برلمان مصر 2015 او 2015 2016 20 حزبا في البرلمان يتصدرهم المصريين الاحرار ب 65 مقعد. هي نقط سريعه في البرلمان يعني هناخدها على ده من الخبر ده من الاخبار بس اكيد كله جايب النتائج. يعني طب هناخدها، لا نقط سريعه بس هناخدها من واحد، النقطه الاولى ان الحكومه مش هيشكلها الحزب، اي حزب. كويس، لان الاحزاب حصلوا على اصوات اقل من او مقاعد اقل من الفرد. كويس، وبناء عليه ان الحكومه مش هيتم تشكيلها من حزب معين، لازم تكون تتكتل. حكومه ائتلافيه كويس، او تكتلات تحصل داخل القبه البرلمانيه. وده شيء جيد جدا، لان هيبقى عندي حكومه متنوعه، مش حكومه حزب معين او فئه معينه هي اللي تقدر تشرع وهي اللي تقدر تعمل لمصلحتها داخل البرلمان. طب قائمه حب مصر اذا لم تنفصل داخل البرلمان، عندها عدد المقاعد ما يؤهلها انها تشكل حكومه. كويس، هي دي المساله الظريفه في الموضوع. دي نمره واحد. نمره اتنين، البرلمان السنه دي او برلمان 2015 ما فيهوش الكم الهائل من التيار الاسلامي او التيار المتاسلم اللي كان مثلا في برلمان 2012. طبعا هو ده كان ليه شبيه، ان ده قال ان في فشل ذريع لهذا التيار ورفض كبير جدا للتيار ده داخل المجتمع المصري رغم قله عدد الناخبين. يعني عشان ما حدش يقول ما هو ما حدش حضر. طب ما حدش قال لكم ما تحضروش. كويس، يعني احنا ناخد المساله بشقيها كده، وده بيقول ان احنا رايحين في اتجاه مدني حداثي اصلاحي، ان احنا عايزين بلد جديده مش بلد بيحكمها هذا التيار. كويس، النقطتين دول مهمين جدا في البرلمان. غير كده ان ما حصلش حالات تزوير في الانتخابات البرلمانيه، وده بشهاده الجميع حتى الخاسرين. كويس، فده يعني بيقول لنا ان احنا فعلا اتحطينا على الطريق الديمقراطي السليم بقى، يعني احنا خلاص هنشتغل بشكل جيد يا رب ان شاء الله يعني. طيب الاخبار، احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه بيقول انتهاء تقييم اوضاع المحافظات تمهيدا لحركه المحافظين. الحقيقه انا سمعت الخبر ده، انا جايه في الراديو الصبح وسمعت تصريحات اخرى ليه، قال انكم هتشوفوا المره دي في حركه المحافظين محافظات سيدات
واحنا لو قادرين نعمل 50% و50% لو في ناس تصلح لهذه المناصب بين السيدات هنعمل ده. فانا بصراحه اتبسطت قوي. لا هو انا فرحت قوي يعني بالعقليه يعني مبسوطه. ده هيرجعنا لمساله البرلمان. ان لاول مره في تاريخ مصر الحديث بقى كويس يبقى في مرأة بكثافه واقباط بكثافه في البرلمان. كويس. وتقريبا ده بسبب تعديلات الدستور مش بسبب تعديلات الدستور، بسبب الراي العام اللي عمل المشاركه بتاعه الراي العام. لان احنا لا ننسى ان المراه كانت هي القاطره بتاعه ثورتي 25 و30. ده حقيقي بصراحه. كويس. يعني هي اللي عملت ده في كل الاستفتاءات، هي اللي عملت ده. كويس. فحقها انها تاخد مكانتها. يعني ده انتاجها، يعني الدوله اللي احنا فيها دي هي انتاج المراه المصريه بمنتهى الامان. فمن المفترض انها تاخد حقها بقى. يسترد نسبتها كام في البرلمان حضرتك؟ عندك فكره ولا لا؟ ما حددناش لسه الارقام. كويس. فده جيد. غير كده ان ثبت ان القائمه باعمال محافظ اسكندريه هي سيد وسيده. ما شاء الله عليها، يعني شاطره جدا. الستات في الاداره جدا. وده هيخلينا يعني نبص لمصر بشكل مختلف. لان يعني انا حتى ليا كلمه دايما ماثوره ان المرأة إذا تولت مسؤولية فتأكد من نجاحها، يعني بغض النظر عن أي حاجة تانية. والثورة امرأة وإذا شاركت فيها فهي ناجحة، إنما إذا يشارك الرجل لوحده فهو فاشل. حركة المحافظين دي إمتى هتكون بقى متوقعة؟ يعني خلال شهر أو بكتير، يعني بعد جلسة البرلمان القادمة هيكون في حركة المحافظين. ونتمنى فعلا زي ما الدكتور زكي بدري بيقول إن في حركة كويسة. أتمنى يكونوا المحافظين وضموا صوتي بقى لكلام الرئيس السيسي، إن يكون حتى المحافظين كمان كلهم أفكارهم خارج الصندوق. إحنا عندنا مشكلة، كل محافظات مصر محتاجة اللي أنت تفكر عندنا بشكل مشكلة مبتكر ومختلف. مش يعني القيادة هي اللي بتحقق الطفرة، العاملين هم اللي بيحققوا الطفرة. على سبيل المثال لو جب، يعني إحنا دايما حتى الناس بتقولها في الشارع، لو جبنا ملاك مش هتتعدل. كويس. لان الناس نفسها مش عايزه تعدل، انما العاملين يكون عندهم عقيده اللي هم العاملين في المحليات بقى. لان القياده عليها دور. لو القياده عليها 50% عليها 50% والعاملين 50%. كويس. القياده لو فشلت في تحقيق ال 50% بتوعها، العاملين مش هي. طب في ترشيحات خرجت ولا ما؟ لا لسه ما فيش ترشيحات. طيب. خلينا نشوف المصري اليوم. امريكا تدعو لنشر قوات بريه عربيه لمواجهه داعش. هل ده توريط للعالم العربي في حرب عربيه عربيه بقى ولا عربية؟ بعد فشل امريكا الزريع في حربها لداعش، لانها وليده امريكا، يعني داعش وليده امريكا. ومش هنضحك على بعض، يعني انا مش هضرب ابني. يعني وامريكا لما قالت ان احنا قضينا على القاعده، هي ما قضيتش على القاعده، هي قضت على اسامه بن لادن. كويس. وقضوا على اسامه بن لادن في حوالي 12 سنه، يعني قعدوا 12 سنه يحاربوا في افغانستان عشان يقضوا على فرد اسمه اسامه بن لادن. كويس. وداعش هي وليده القاعده. كويس. اذا داعش وليده امريكا، يعني هي طلعت لنا داعش عشان تاخد الضوء من امريكا. من القاعده. كويس. فما تقوليش دلوقتي ان انا هنشر قوات بريه. لا، انت عندك استعداد تتدخل بريا، تدخل بريا، عندك قوات الكوماندوز بتاعتك. هم مش عايزين ينزلوا، مش عايزين يتورطوا ويورطوا نفسهم في كونجرس وفي مستقلات. هتورطنا اذا ليه؟ كويس. يبقى اترك شان السوري كله للعرب. يعني عندي جامعه عربيه هي اللي تتبنى الشان السوري، مفيش اي دوله خارجيه تيجي تضرب في سوريا او تضرب داعش او تضرب جبهه النصره. امبارح البرلمان البريطاني كمان صدق على الدخول في سوريا. وامريكا بتطالب هولندا دلوقتي، الارهاب في سوريا، وامريكا بتطالب هولندا دلوقتي انها تتدخل معاها وتشترك معاها في التحالف الدولي. كويس. يعني التحالف الدولي بقاله سنه ونص بيضرب في داعش، معقول 30 دوله ما تقدرش تهزم دولة وليدة في سنة ونص؟ ده استحالة طبعا. إذا المسألة فيها كلام. ما بانش ليه الكلام ده قبل التدخل الروسي؟ كويس. أيوة. لأن الروسي ضرب، الروسي عمل الضربات موجعة لداعش، وبناء عليه أمريكا تدخلت وقالت لا، الروس بيضربوا السوريين ما بيضربوش داعش. والإخوة الأفاضل بتوع الإخوان والتيار السلفي قالوا إن ضرب روسيا لداعش حرام وكفر، واللي يأيده يبقى كافر. طب وضرب أمريكا لداعش ما كانش كفر؟ يعني ما هي بالمقابل. ودول بيضربوا مدنيين، ودول بيضربوا مدنيين على فكرة، هو ودول بيضربوا مستشفيات أطفال، ودول بيضربوا مستشفيات أطفال. المظلوم في الموضوع الشعب السوري.
بالظبط. طب حضرتك هنختار خبر بقى للاسف عشان احنا قعدنا اتكلمنا كتير بوتين. في الانتخابات. طيب بوتين تركيا ستندم على اسقاط الطائره من الاهرام. الصلف اللي بيتعامل بيه اردوغان كويس هيحيطه بوبال هو لا يتحمله. اول اجراء خده بوتين او خده البرلمان الروسي ان هو وقف التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا، وده خسر تركيا كتير جدا، وبناء عليه قام اللوبي الاخواني في قطر وفي غيره كويس ان هو يدعو الى شراء المنتجات التركيه بعد رفض الشعب الروسي نفسه شراء المنتجات التركيه. وبالتالي بدا الاقتصاد التركي ينهار، وده الاقتصاد هو القاطره الحقيقيه وهو اللي موقف تركيا على رجليها. كويس. دي نمره واحد في الموضوع. نمره اتنين ان تركيا اخطات، لان تركيا حاولت تستفز الروس. حاولت تستفز الروس لصالح حلف الناتو او لصالح امريكا، او ان هو يجر روسيا لحرب امريكيه. حرب روسيه امريكيه او حرب مع حلف الناتو. كويس. المشكله ان هو لا يتخيل ان هو اصغر بكتير جدا من هذا الفعل، لان في اليات دوليه بتحكم المساله. كويس. وانت ضربت لي طياره انا مش هسكت عليك، مش هسمع عليك. كويس. اول الحكايه زي ما قلنا بوتين حظر الاقتصاد البضائع التركيه انها تخش روسيا. عمل مقاطعه اقتصاديه مع تركيا وحظر اقتصادي للمنتجات التركيه والمنتجات الروسيه انها تروح لتركيا. غير كده في دعوات في البرلمان الروسي بتطالب الرئيس بوتين بالتدخل العسكري في تركيا. يعني وصل الامر لكده. كويس. دي وسعت، وده لا يتحمله اردوغان. هي وسعت لسبب بسيط جدا، ان اردوغان الصلف السلطوي العثماني بتاعه هو اللي بيدعو لده. يعني لما يطلع اوجلو يقول ان روسيا ما تقدرش، هي اضعف من انها تعمل حاجه. اضعف ازاي يعني؟ باني مقاييس انها اضعف انها تعمل او ما تعملش؟ كويس. مش دفاعا عن روسيا، انما اي دوله محترمه هتحافظ على طيارها وطيارتها. يعني اي دوله محترمه هتعمل ده. تمام. احنا هنشوف عموما يعني الفيلم شغال، يعني الملاهي شغاله واحنا بنتفرج. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، الكاتب والباحث الاستاذ حسام الحداد. نهارك شكرك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاكم وراجعين بس بعد الفاصل.